أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر ولله الحمد بسم الله وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم وما أدراك ما العقبة فك رقابة يتيما
ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة عليهم نار مؤصدة صدق الله.